السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف الحال يا شباب؟ شو اخباركم؟ ان شاء الله تكونوا بألف خير. ورجعت لكم بجلتش جديد، جلتش كيف تشرب الدرع او الشيلد باقل من ثانية. طبعا شباب عشان تضبط عندك هذه الحركة او هذا الجلتش لازم يكون عندك تكون مشتري الحركة او الرقصة تاعت الحجر او الرقم قص، تمام؟ اللي نزلت قبل فترة على الستور لازم تكون مشتريها. يعني جلتش باختصار ما راح يزبط عندك الا اذا كانت عندك هذه الحركة. الناس اللي ما عندهم مش هذه الحركة لا تغلب نفسك، ما راح يزبط، تمام؟ وهذا الجلتش يا شباب يزبط على الدرع 50 بس، وعلى الباندج يزبط على الدرع 50 والباندج، يعني ما راح يزبط على الميني شيلد الدرع الصغير، لا ما راح يزبط عليه. وبالنسبة للناس اللي تقول هذا الجلتش تخريب، لا انا ما اشوفه تخريب، اشوفه انه مساعدة للناس بس، انك تساعد نفسك لانه تشرب الدرع باقل من ثانية، يعني شيء يفيد الناس، ما في تخريب لانك لا في ضرر لا الك ولا لغيرك، ما يضر يعني الجلتش. فيلا بوريكم كيف هسه. اهم شيء ندبر شيلد 50. طبعا شباب اول شيء بنحدد على الشيلد ال50 وبنسوي الرقصة. اول ما تيجي تخلص الرقصة بنقعد بالجير وبنكبس ار2 بنفس اللحظة، بنسوي الرقصة وبنقعد وبنسوي ار2 بنفس اللحظة، فهمتوا كيف؟ بعد لكم على البطيء. اول ما خلصنا قعدنا وكبسنا ار2 بنفس اللحظة، تمام؟ يعني باختصار انك انت بتسوي الرقصة ولما تيجي تخلص اخر شيء بتقعد بالجير تبع الكاميرا وبتكبس ار2 بنفس اللحظة عشان انه يصير زي الجلتش ولحاله يشرب الدرع مرة واحدة. هاي الحركة ضلك تسويها شباب بتختصر وقت عليك، بتقدر تسويها زي ما قلت لكم على الدرع ال50 وعلى الباندج. وهيك شباب بنكون وصلنا لنهاية المقطع، اتمنى لا تنسوني من لايك، واذا ما كنت مشترك بالقناة اتمنى انك تشترك وتفعل زر الجرس. مع السلامة.